طيب خلونا اكيد نروح معكم بتقرير من مجله سيدتي عن الفن والمشاهير وراجعين من جديد. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. في أجواء إيجابية احتفالاً بعودة الفعاليات الفنية في دبي وعودة الحياة لطبيعتها بعد توقف طويل، أطلق النجم محمد رمضان الفيديو كليب الخاص بأغنيته الجديدة يا حبيبي بالتعاون مع النجم الفرنسي العالمي متري جيمس. الأغنية تم تصويرها في دبي ومن إخراج حسام الحسيني، وخلال المؤتمر الصحفي تم إطلاق الأغنية رسمياً وحققت بعد ساعتين من طرحها حوالي 500,000 مشاهدة. يا حبيبي يا حبيبي. والكليب نزل واحنا في المؤتمر، يا رب يعجب الجمهور، يعني يعجب جمهوري ويا رب يعجب جمهور متري جيمس ايضا، هو جمهوره كبير جدا جدا. محمد رمضان من داخل المؤتمر اجاب على سؤالنا بخصوص السر اللي خلاه يتجه للغناء وهل من الممكن ياثر على شغله الاساسي كممثل او لا. اقول لك انا ليه، انا يعني بحب ادرس تاريخ مهنتي كممثل، ففي شيء اكتشفته خضني وزعلني لما اكتشفت ان شعبيه المغني 100 ضعف شعبيه الممثل. ودايما في الحفلات يعني اكبر مسرح ممكن ممثل يظهر فيه بيبقى قاعد قدامه 1000 واحد، انما الحفله ممكن يبقى قدامي 500,000، حفله مراكش كان قدامي 500,000 من جمهوري، حفله الساحل الشمالي في مصر كان قدامي 150,000. هل ال 150,000 دول ممكن يجوا لي كممثل في مكان انا اعرف احضر ال 150 دول من على ستيج هيشبعوا ايه هذه الرغبه؟ اكتشفت ان لا، بدا يتسلم طموح ان عايز اكون ممثل ولكن عنده شعبيه المغني وانا مش مغني. فبدات ادرس ايه نوع المزيكا اللي يتلائم مع طبيعه صوتي. يعني لما اجي اقول مثلا صاحبي كلمني وكان بينزل لي رايح نسهر رحنا قعدنا تقلي كسوه اللي بلاش انا مش بشرب طلبت عصير مفيش شرب كده، بس النوع غنى. فقعدت ادرس ايه نوع الغنى اللي يتلائم مع طبيعه صوتي. فده دراسه تقريبا سنه على ما خدت القرار الغنى، وكانت مغامره كبيره ولن يفوزوا بلذاته الا كل مغامرون. رمضان تحدث كمان عن الانتقادات اللي تعرض لها بصفة مستمرة سواء على مواقع التواصل أو وسائل الإعلام. الشخص لو بيجري وراء كلب سرعته بتضاعف، سرعته علميا بالقياس اللي هي بالقياس يعني، والشخص اللي عنده هدف وبيجري وقلت له في قطر لو ما لحقتوش هتموت هنا ومش هتوصل لأهلك، وقلت له لحق القطر سرعته بتضاعف. فانا قررت ان انا عايز يبقى بيجري ورايا كلب وبجري قدام ورا القطر. الكلب ده هم اللي بيحاول المتربصين، فوالله كل النقل بقراه كويس جدا بعناية وبكتب اسماء كل شخص نقضي نقد سلبي او نقد محبط بكتب اسمه عندي اجندتين، اجنده اسمها القائمه البيضاء واجنده اسمها القائمه السوداء. وطول الوقت بعد كل اسبوعين ثلاثه لازم اقرا دول ودول، افتكر اللي دول قالوا وافتكر اللي دول اللي انا مش عايز احبطهم ومش عايز وعايزهم يفتخروا بيا اللي هم في القائمه البيضاء. فلا بحبهم اثنين بشكرهم لان الاثنين هم سبب السرعه اللي احنا فيها. في ختام المؤتمر كان لنا حوار قصير وحصري مع النجم محمد رمضان حسم فيه الجدل عن موضوع التنافس اللي بينه وبين النجم عمرو دياب، خصوصا بعد تفوق رمضان على عمرو دياب من حيث أرقام مشاهدات الأغاني الخاصة فيهم على اليوتيوب بحسب التقرير اللي عرضته الصفحة الرسمية لجوائز World Music Award مؤخرا. هو في فرق ما بين المطرب والمغني، مطرب يعني طرب يعني موهبة فقط، إنما المغني ممكن يبقى راب وممكن يبقى أنواع كتير جدا. الفانك النوع البرازيلي ايضا ما بيعتمدش على الصوت الطربي قوي. فهو انا بس ضد كلمه مطرب، انا مع كلمه مغني. ممكن اللي انا ده نوع غناء مختلف او خاص بيا بس، فدي النقطه. انما مغني طبعا عندي حفلات كتير والاغنيه دي تقريبا رقم 30. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.
جميل جدا. يعني يمكن الفنان محمد رمضان من أكثر الفنانين اللي على الساحة الفنية الحين بنشوفه ما شاء الله بيعمل دائما أعمال سواء كانت غنائية أو سينمائية. إيش رأيك في الفنان محمد رمضان؟ أنا من الفان حقه صراحة. يعني أنا يعجبني كيف طلع نفسه، يعجبني كمان، وذكر كلمة بالتقرير مرة قوية وصحيحة، أنه شعبية الفنان أو المطرب أكبر من شعبية الممثل. هذه صحيحة لما يقول لك أنه أنا أشوف 500,000 قدامي. محمد رمضان استعراضي فيعجبني، فما أعرف ليش الناس صراحة جالسة تهاجمه، لأنه هو جالس يطلع يقول يا جماعة أنا مش مطرب، هو دائما الناجح مغني. أو الشخص اللي تلاقيه ماشي قدام بتجي حركات ونغزات من ورا، فهذا دليل أنه هو ما شاء الله متقدم. يمكن كثير صراحة من الفانز يعني بيغاروا شوية، يمكن أنا ما أدري، بس يعني لما تحط نفسك محل الشخص أو لما تقري، يعني أنا شفت له كثير لقاءات بس عشان أبغى أعرف مين هو محمد رمضان. يعني فعلا رندا عارفة اللي لا بصراحة يستحق، إيوة تعب عشان يوصل، فحقه أبسط حقوق. أنا أشوف اللي جالس يسويه جدا طبيعي، يعني يلومونه أنه جالس مثلا يستعرض أو يبين الخير اللي عنده، يعني هذا رزق، يعني رزقته صح، وربي رزق يعني رزقه صح. فما في داعي أنه أنا أعارض أنه هو يطلعها. طب هو حاب يطلعها، زي لما أنت تكون عندك طاولة حلوة تبغين تصورينها، يعني مو شيء جالس يسويه غريب، لكن الناس جالسة تهاجمه ما أعرف صراحة ليش. ما أدري ليش عندنا كذا، مع أنه إذا هو فنان غربي ترى عادي الموضوع. بالضبط، يعني ما شاء الله يتباهوا فيه. مين؟ يتباهون فيه، يتباهوا في كثير أشياء في الخارج. يعني في الخارج مثلا من جد أي فنان أو أي مطرب استعراضي أو مغني، خلينا نقول استعراضي أو ما شاء الله بيبين، سواء كان البيت، كل شيء، سواء كانت السيارات، سواء كانت يجون يصورون البيت من فوق. يعني أنا يدي طولت يصورون البيت فعليا من فوق عليك. فاللي يصير أنه الهجوم اللي على محمد رمضان مبالغ فيه صراحة. أنا مرة أحبه ومرة أحب الشيء اللي هو جالس يقدمه ومرة أشجعه، وفعليا يعني إذا في مسج بوصله له أنه لا تلتفت الأحد جالس يعارضك أو جالس، إذا أنت شايف هذا الشيء صح وإذا هو جايب لك رزق وخير فيمشي فيه، الله يوفقك يا رب صح. وعلى فكرة أداؤه فعلا جميل، يعني فنان استعراضي. فنان لا أنا في التمثيل أحبه أكيد. هو في التمثيل جدا، والاستعراض كمان مرة جميل، مرة جميل. جاب لنا شيء على المسرح غريب يا عبير، يعني ما قد شفنا استعراض اللي هو يسويه على المسرح، يعني جاب لنا أشياء جديدة فعليا. يستحق صح، يستحق أي واحد يطلع فكرة خارج الصندوق زي ما دائما احنا نقول، يستحق والله يوفقه. معك حق، وننتظر أكيد جديده. أكيد طبعا، كل الحب للفنان محمد رمضان مني ومن زميلتي رندا، وأكيد من برنامج سيدتي والقناة. مشاهدين خلينا نطلع فاصل وأكيد نكمل معكم حلقتنا اليوم، بس لا تنسوا تتفاعلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي.